بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا من جديد في تكت مع جيمر هاوس. هذا الحلقة وش أنا أسوي بما أني جبت الجلوستون؟ في أشياء كثير حين أقدر أزينها. هو كان موقف يعني أشياء كثيرة البليزرات، بس كانت الفكرة منه أن تشوفون شلون دائما صارت تجي ستاكات بسرعة مرة. هذه فكرة البليزرد، بس اني كنت بقدر اكمل من دونه، بس اهم شيء الجلوستون. الحين اقدر اسوي الام اف اس يو. الام اف اس يو زي كذا نحتاج نزينه، زي ما تشوفون مكلف. بحتاج هذا اللابترون كريستال، بحتاج احط في وسط انرجي كريستال، يعني بحتاج تقريبا 6 دايموند، وبحتاج الادفانس سيركت. هذه اللي كانت موقفتني، اني احتاج جلوستون في الادفانس سيركت. ادفانس ماشين بلوك قد زيناها وجهزت انا شو اسمه. تشوفون كل واحدة من هذه تحتاج 2 الكتريك سيركت، وعندي 6 يعني 12، وهذه هنا واحدة يعني 13. جهزت انا 13 واحدة زي ما تشوفون. هنا ذكر كان عندي باقي لابس، يعني هذا اللابس اللي عندي. اول شي بزين الادفانسد سيركت. الادفانسد سيركت كانت زي كذا، وهذه يمين يسار. حط هذا الادفانس سيركت، هذا اللي كانت مهبلتني. بعدين بزين اللابترون كريستال. اللابترون كريستال يبي لي افضل المساحة، لان ما راح تكفي المساحة اللي عندي. مشكلة ما ابغى ازين الحين تشست ثاني، لاني بسوي سيستم كامل يسوي لي يرتب لي الاشياء. بس يلا ما علي، احاول ندبر لها اماكن هذه الاشياء. شو في بعد ما راح احتاجه؟ هذا ما اتوقع اني احتاجه. خلاص عندي هنا واحدة من قبل سويتها بالغلط زيادة. تشينسور حطها هنا. طيب صار عندي الحين تقريبا مساحة كافية. بجيب بس دايموند زيادة و لا استاك كثير. طيب احتاج ازين بس هنا زيادة ريدستون، لانه وشو الحين بحتاج ازين 5 زيادة انرجي كريستالز. يعني حط زي كذا، هذه 5 زيادة انرجي كريستالز، هنا عندي 6. الحين لازم اطورهم كلهم. شلون كنا نطور الانرجي كريستال؟ نحط 2 وش اسمه، نحط 2 الكتريك سيركت ونحط اللابس فيها. يعني احط هذه هنا وهنا، هذه هنا واللابس. هذه اللابترون كريستال. اللابترون كريستال ما تقدر تشحنها الا بالام اف اس يو، وما تقدر تاخذ منها كهرباء الا بالام اف اس يو. بس انا تشيل 1,000,000 ايو، فقوية مرة. طيب نشوف يكفي اللابس اللي عندي. ما اتوقع انه بيكفي الا بيكفي اللي عندي. اي بيكفي. نحط هذه هنا، هذه نقسمهم نصين. المشكلة ان هذول ما يجمعون يعني كستاكات، فما تقدر تحطها زي كذا. طيب الحين ما بقى الا نسوي شو اسمه الام اف اس يو. بس اول شي بروح اخذ شو اسمه الام اف اي اللي فوق. بس قبل ما احطه في شيء لازم ازينه، بقول لكم عنه بعد شوي. بس ناخذه اي زي ما هو اشوا، خفت يتفكك ولا شيء. نحط الام اف اي هنا والادفانسد هنا، وهذه هنا. نحط هذا اللابترون كريستلز في الجنبين. هذا الام اف اس يو مبدئيا وش بزين؟ بخليه متوجه للارض يعني عشان ما يطلع شيء. ضغط شيفت عشان ياخذ كهرب. بس تشوفون قديش شيل 10,000,000، يعني ريح راسك باختصار. بس المشكلة ان هذا يطلع هاي فولتج، والاجهزة اللي تحت زي ما قلت لكم اول تستقبل لو فولتج. فلو شغلته ظهر بيحترق، بس شو اسمه الترانسفورمر هو اللي بيحترق، ما راح يحترقون الاجهزة. وش لازم ازين؟ لازم ازين الميديوم فولتج ترانسفورمر. صوتي مره مفحوح اليوم.
بزين الميديوم فولتج ترانسفورمر. شلون زين هذا ترانسفورمر؟ هذا الميديوم فولتج، بحتاج ماشين بلوك وجولد كيبلز فوق وتحت، يعني مو بمكلف. نحتاج نحط هنا بس 8. وش سالفة؟ في شي غلط تو صار. طيب نحتاج ازين ربر بعد. اظهر باقي ربر عندي هنا. اي في باقي ربر. لا بس حتى الربر اللي هنا ما راح يكفي، لازم ازين زيادة. طبعا هذا اكثر من اللازم. بحتاج خلنا احط 8 جاي خليها ربر، ما ابغى اكثر مرة. شوفون بدأت تقل طاقتها، لازم اخلص بسرعة المشوار. خليها شو اسمه، اخليهم يعبون من جديد. هذه الاولى بحتاج اقوي، خليني اقويهم كلهم، ما يحتاج ما يفرق برا. بحط هذه هنا او لا، اول شي بزين الادفانسد ماشين بلوك. بدوا يفقدون الطاقة حقتهم، كانت فوق وتحت. هذا اللو فولتج، الميديوم فولتج ترانسفورمر. الميديوم فولتج خلينا نحطه هنا. ايوه لا هذا برفع من فوق. قبل الرنش او الالكترونيك رنش ببدل جهته. ليش فكه؟ ايه كذا. بعدين هنا بالرنش. ايوه الحين بدأ يشتغلون، الحين بدأت توصل لهم طاقة. اوه حسافة، طاحت سرعتها مرة كلها. الميزة الحين اني اقدر اطلع طاقة قدرة 512، ما عندي اي مشكلة. طيب هذا اول شي بزينه. ثاني شي بزينه اللي كان ودي فيه من زمان، اللي هو المايننج ليزر. هذا اكثر شي حماس في اللعبة، او من اكثر الاشياء حماس. هذا المايننج ليزر بحتاج اسوي 4 شو اسمه ادفانسد الوي، واحدة ادفانسد سيركت، وثنتين انرجي كريستلز، واحدة ريدستون. بجمع بضبط هذه الاشياء وبرجع لكم. طيب جمعت الموارد انا الحين، ببدأ ازين شو اسمه المايننج ليزر. شلون كان نظامه؟ بحط هنا الادفانسد سيركت. وين الادفانسد سيركت؟ هذه هي. هنا الانرجي كريستلز، حط ريدستون. هذا المايننج ليزر. المايننج ليزر فيه اشياء كثير اقدر ازينها، واشياء فلة يعني حماس مرة. الحين بس احطه. الحين لو عندي الام اف اي كان امثلة من زمان، لان عندي هذا يجمع طاقة بسرعة. حتى المايننج ليزر على انه ياخذ كهرب كثير، يحتاج كهرب كثير، بس انه يستهلك بعد كثير. تشوفون الحين طبعا ما طولت، تشوفون شلون قديش صار يجمع الدايموند. اتوقع بعد فترة بسيطة ببدأ استخدم شي ثاني بدل الدايموند، لانه بيمتلي الشست دايموند. ما مدري يمكن صار استخدم دارك ماتر في البداية، يعني دارك ماتر اغلى بكثير. خلنا اوريكم دارك ماتر قديش. وين الدارك ماتر؟ اوه هذا الدارك ماتر. تشوفون الدايموند 8000، هذا شوفكم قيمته. لانه وشو هذه؟ كل واحدة قيمتها زي قيمة الدايموند. الفيول هذه انتر، هي طريقة تصلحها زي كذا، تستخدم شو اسمه، يعني ابدأ من كول، احط 4 كول حلو فلوسفر ستون، يطلع لي الكيميكال كول. الكيميكال كول احطها يطلع لي موبيلس، بعدين تطلع لي شو اسمه وماش ايش فيني انا. ايه استخدم الموبيلس عشان اطلع هذه. والله ما ادري وش، ما ادري شلون انطقها. ايترناليس فيول، اظهر ايترناليس فيول. الحين نشحن اتوقع. ايه نشحن المايننج ليزر. المايننج ليزر طبعا ببعد عن البيت عشان ما اخرب المكان. شوف شلون
لها حبل فله كذا تطلق ليزر. طبعا لها مودات. وش كان زر يغير المود حقه؟ اي اضغط على ام وكليك يمين. هذا اللو فوكس. اللو فوكس بس ياخذ واحده وقريبه، ما يشيل اكثر من واحده. وفيه اللونج رينج. طبعا اللو فوكس اكثر شيء يطول. اللونج رينج شوف شلون يوصل مسافه بعيده. بعدين هوريزونتال يصير اذا لمس واحده يكمل نفس الجهه. شوف شلون او ورا ما يشيلها. اصبر شلون كانت الارزون. اي هوريزونتال بس افقي، ما يشيل شيء غير الافقي. يعني شفت شلون يشيل الافقي. بس خليني اشيل واحدة. شال المسافة بعد شوي. وفي سوبر هيت، هذا يطبخ لي الاشياء قبل ما يعطيني اياها. مثلا خليني اخذ شيء ينطبخ. لازم اكل لحم شوي. مثلا ستون، بس ستون بعيد. هذا مش فارق قد احفر الستون. مثل الساند الحين، هذا اكثر شيء ممكن استفيد منه. ساند شلون نطلع اخليها جلاس، يعني يقلع ابو الفله. طبعا هذه يطلعها بس كالعادي يعني. فرهيب رهيب. طيب خلينا نشوف الشيء فيها الاشياء القويه مره بس انها تستهلك. شاتر هذا اخضر شيء، لازم ابعد شيء عن المكان حتى ما ودي اخرب شكل المكان. هذا شاتر يطلق طلقات كثيره في كل جهه. هذا اكثر شيء يستهلك شو اسمه الايو، يخلص شحنه على طول. مثل هذا المكان يمكن يصير واضح شفت شلون. طبعا لو انا جوا ماين يعني زي كذا مثلا شيء بسيط. طبعا كلها اخذها، ما في شيء يضيع علي. بعدين في الاكسبلوسيف. الاكسبلوسيف بعد هذا خطير، لازم يطلق وينفجر. بس ما عندي مشكلة انا ينفجر وياخذها كلها. لا وتطيح او طحت. خلينا المايننج يشيل كمية كبيرة. خلينا نخليها على اللو فوكس عشان بس ندي ارقى. طبعا ما في اسرع من كذا يعني. على طول تاخذ الاشياء اللي تبيها. طبعا ما يفرق وش الشيء اللي قدامك، على طول ياخذه. سواء دايموند ولا ديرت ولا اي شيء ما يفرق. اهم شيء يسقى الليزر. شو اسمه تقدر تاخذه. هاي بس يطلع بوب اب، يطلع بس على طول. يعني شوفوا زي الاوبسيدين اللي هو اصعب شيء. لا والله معلش اعطيتكم معلومة خاطئة، ما يشيل الاوبسيدين للأسف. نشوف نجرب الأشياء الثانية. حتى اللونج رينج هورزون لا ما شالها أبد. على الأقل الإكسبلوسيف طفاه يعني، شيء استفدنا منها. لأنه طبعا أي انفجار تي إن تي ولا هذا الأشياء يطفيه. أخطر شيء أصلا في النذر إذا جاء جاست وانفجر قدام النذر يطفي لك النذر. إذا ما كان معك فلينتن ستيل مثلا، لو أنت عمرت بلاير الفلينتن ستيل مع واحد من أخوياك تأكل من تبن. يعني لازم يجي وهذا واحد من أخوياك ويدخل من جديد النذر ويطب عليك، فممكن تحصل تهويقات. مش كنت بزين عن زيادة، في شيء واحد بزين عن زيادة. النانو سيبر اللي هو السيف الضوئي. تشوفون شلون يحتاج جلوستون، هذا اللي كان موقفني اني ازينه. بس انه موارده سهله مره. هذا هو الشيء الوحيد اللي اذا ضر يعني في المالتي بلاير، لو واحد معاه نانو سوت هذا الشيء الوحيد اللي ممكن يضره، او السيف الوحيد اللي يقدر يضربه. قوي مره. بجمع الموارد حقته وبرجع لكم. طيب هذا اخر شيء بزينه الحلقه هذه، اللي هو النانو سيبر. نانو سيبر زي كذا، نحط هذا اللي هنا والجلو ستون. هذا النانو سيبر. طبعا زي كل الاشياء القوية مرة لازم شو اسمه تشحنها.
مو منطقي، يعطونك شيء قوي وبالتكلفة هذه، يعني بذي القوة بالتكلفة هذه يصير بلاش. في أشياء قوية مرة زي الدارك ماتر تولز، راح أحط الآر هذا الدارك ماتر تولز يعني، بس إنها مكلفة مرة يعني. هذا السورد شو يحتاج 2 دارك ماتر، أو لا ماشي مو بالدارك ماتر تولز، قصدي الريد ماتر، الريد ماتر تولز زي تشوفون هذولي السورد، شوفوا قد ايش كلف، يحتاج ريد ماتر يعني مكلف جدا جدا، ما تقارن تكلفته بتكلفة النانو سيبر هذا. هل هذه يشحن؟ شوفون بدأت تخلص، عشان يعني استخدمت الشاتر والاكسبلوسيف، بس الشاتر هي اكثر شيء تخلصه. بس ان هذا قوي مره مره مره، شو اضغط كليك يمين شو اسمه يشغله يطلع لي، بس انه يبدأ يستهلك الكهرب. اجرب على الموبس هذولي، مع ان يعني هو اقوى من الدايموند طبعا. الموبس هذولي يموتهم على طول، ما في موبس الحيوانات هذولي يموتون. لاحظت انا يعني قبل كل الموبز مثلا الكريبر و الكريبر يموت من طقة واحدة، الكريبر وسكلتن، الزومبي لا يحتاج طقة وبعدين اي لمسة ثانية، يعني لو احد لو طقه هو طافي بعدين، يصير ما بقى له الا هاف هارت، النص قلب باقي له وخلاص. ال شو اسمه الاندرمان لا ظهر يحتاج طقتين عشان تذبحه، بس استنى لما يجي الليل عشان بس اوري اجرب ال شو اسمه هذا الاشياء عليهم، اشوفكم اذا جاء الليل. طيب رجعت لكم من جديد، خليتها هارد بس عشان يطلعون اسرع، ما راح برجع بعدين نورمال، بس خلني ببعد عن البيت. هذا منطقة كويسة يعني، بس من باب تجربة، يكون باب عندي باب مفتوح. اي اشوى بعض الحين بيبان ما تسكر، ولا ودي اجي هنا، ودي اجي بمنطقة زي هذيك المنطقة مفتوحة، ما والله خلي هذيك المنطقة منطقة تجارب. انا بعد الزومبي زي ما تشوفون طقه من سيف وطقه ثانيه عاديه يموت. خلينا نشوف ندور السكلتن مثلا، ايوه هذا سكلتن، شو طقه واحده على طول يموت. الكريبر كذلك طقه واحده ويموت على طول. خلينا نشوف ندور شيء ثاني، حتى السبايدر طقه واحده ويموت، ما عندك اي مشكله. بس ابغى كريبر بس عشان اكمل التجربة هذه. طبعا دجاجة ايرون سورد يذبحها على طول معاه، ما تقدر تقارن. سكلتن هذاك طار سكلتن، بس ابغى كريبر كريبر. اوه سكلتن اللي راكب ايوه هذا الكريبر اللي دور عليه. طيب هذا حلقة اليوم، خليني برجع بس على نورمال. هذا حلقة اليوم، شكرا عشان كملت الحلقة معي. لا تنسون تشوفوني بكرة بإذن الله، بسوي حلقة ثانية بكرة، ولا تنسون بعد لايك وفيفورت، وإذا ما سويت سبسكرايب سوي سبسكرايب. وبما ان هنا في اندرمان خلنا نلحق عليه عشان اوريكم نذبح اول اندرمان. وين راح له؟ زي ما تشوفون اذا فضل شو اسمه اذا فضل يصير لازم اضغط بسرعة، اضغط يمين وهو يطفى مباشرة، زي ما تشوفون يطفى. هذا الاندرمان، هاي الطقة الاولى، ليكون شحنة خلص او لا جوعان. لا الشحن فل، غريب وراه اجل ينقص دمي. خبر اتو اجل شكل اعطيتكم معلومة خاطئة اول، انه ما يضرني شيء، الظاهر ان هذا الكوانتم ارمر، الكوانتم ارمر اكيد ما يضرني اي شيء،
في كل الأحوال شكرا عشان كملت الحلقة معي.